حطيته شوي على جنب لانه هلا مركزه على الغناء، بس وقتها بدي اشتغل بالتمثيل بعطيه نفس الوقت ونفس الالتزام ونفس نفس الجهد. يعني انا هون بس بقول شغله صغيره، انه كثير مهم التمثيل والغناء. احدى الاسباب اللي انا كان عندي اعجاب بشغله هيك وقت اول ما بلشت هي انه الثقافه التمثيليه هي بتعطي بعد داخلي مختلف تماما للاداء. ما بيقدر يكون دائما الاداء منمط انه بس واحد بيغني كل الوقت، بينما في شيء اسمه شان دراماتيك وشان ليريك، يعني الغناء الدرامي والغناء الليريكي اللي هو بيقدر يدمج، والغناء النصي. ولهذا السبب بتشوفوا نحن كمان انه بشغلنا في كثير من هالاشياء، يعني بنعتمد على عده حقول لحتى نغني اكثر الطرب، وهي من احسن من بيمثل اكثر. اخر سؤال السلام عليكم. في بابا في المغرب. سؤالي سيد حسين، شنو جديد أخذ مهمة؟ إلا أن آخر إصداراتك كانت ربما قبل سنة تقريبا. يعني شيء جديد الجمهور معك. هلا في يقول عن الشق اللي نحن بنشتغله بالميدل ايست، يعني الشرق الاوسط، مع هيك ممكن اقول لك عن الشق الغربي. طبعا نحن من وقت مثل ما قالت هبه، نحن بروجي نحن يعني مشروع بنفكر فيه على لونج تيرم، على مدى طويل، وله علاقه بكل شيء، مسرح، سينما، فيديو كليب، تلفزيونات، شوات. وانتم بتحبوا ادعي الجميع يفوتوا على اليوتيوب عندي بشوفوا الكونسرتس قديش مشغولين في شكل فني رائع كل مره وين ما نروح. لهالسبب بقول انا دائما انه بنضلنا نحاول نتخطى نفسنا. وهلا عم نحضر البوم جديد نظرات قريبا بلشنا نشتغل عليه. وطبعا في بترك هبه اكيد في اشياء ثانيه، مسرحيات مؤجله طبعا نظرا للاوضاع عندكم فيها، كل اللي بيعرف انه حدد من زمان مسرحية نفرتيتي بعدنا عم نشوف نشتغل عليها. هو اشياء وقال كيف في كونسرتس بالعالم العربي. الشق الغربي خلينا نحكي عنه هبه. الى جانب الالبوم اللي عم نشتغل عليه كمان انا واسامه اكيد باللغه العربيه، عم نشتغل على البوم بالفرنسيه، يعني هو اللي حيكون اول البوم لي باللغه الفرنسيه، وهو مشروع صرت ناطرته وعم بحضر له لي فتره وبتمح له، فكمان رح يكون هيدا اون باراليل افيك الالبوم اون اغاب. واكيد ان سيري دو كونسير بارتو دون لو موند. هلا بس نخلص من حفله موازين، عندنا انقلالات حفله بلبنان وبغيرها من الدول العربيه، واكيد في كونسير بفرنسا كمان ان شاء الله. دونك بوكو دو بروجي، بس هلا الالبومات هو اكثر شيء هلا عم نشتغل عليه حاليا. نشكر الفنانة الكبيرة هبة التوجيهي، نشكر الفنانة الثانية على حضورنا، بدنا نشكر كل المسؤولين، نشكر كل المسؤولين، جلالة الملك ولكل الناس القيمين على النظرة وعلى الأهلة، وخصوصا على الجماعة اللي اهتموا بالمهرجان الكبير للصغير للفيلم، يعني بدي خص مهرجان عبد السلام حيث عنده، وايضا كمان دكتور مصطفى، استاذ مصطفى، وايضا استاذ جمال، وكل الجميع بشكركم على نشوفكم باللقاء اللي بنشوفه. ميرسي لحضوركم. هي بتوجي مساء اليوم في افتتاح الدوره 19 من هذا الوزن، شكرا لكم. ما تنساوش تابونا في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع اصحابكم.